عايز تربط الباوربوينت بالاكسل، بحيث ان انت لما تيجي تكتب اي حاجه في الاكسل تسمى عندك في الباوربوينت. خليك معايا، بص ده كده شيت الاكسل. شيت الاكسل ده فيه شويه بيانات اهو، هنعمل عليهم كليك، نعمل عليهم كده سيلكت، وهندوس عليهم كليك يمين كوبي، وهنيجي هنا في الباوربوينت، هنيجي هنا ندوس على كلمه بيست، بيست سبيشال اللي هو، وبعد كده بيست لينك، وندوس عليها كده مرتين، عمل لنا اللي هو البيست هنا، او ضاف لنا الشيت اهو. الحته دي فاضيه وهنا فاضيه. لو انا كتبت هنا مثلا محاسب، اتكتبت هنا محاسب بس كده. لو احنا مثلا شلنا كلمه قانوني دي ومسحناها من هنا، اتمسحت من هنا. طب لو انا خليت اللون ده كده مثلا مثلا تعالى كده نوسع دي كده شويه، بحيث ان انا اخلي دي كده اصفر، هنا بقت اصفر. بس كده، شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.